مشكلة فيش ناس في الشوارع عشان الدنيا شوب، بس نحاول قد ما بنقدر. يلا او فوت فوت انا فوت يا رب. من عند اليمين من شمالك انت عندك. سايبو فور يو براذر. عطيتنا وين عليه تعبان. ثانك يو. انا باص عمال بناء، فحنروح نعطيهم كيس كامل. انزل انزل انزل. احنا هون عطلنا حركة السير تماما بالنسبة للباص. اعطاهم كيس كامل. تمام 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 تمام. كسبناهم لانه والله حرام هدول يا جماعة. هذا بده كيس ثاني فور شور. روح روح روح. لانه بصراحة حرام اكثر ناس يعني بيشتغلوا برا بالشوب وهيك، فضروري. هيك تقريبا خلصنا 70 80 قنينة. بدنا نرجع نجيب كمان هلا. الكياس الجداد والرحله اللي عملناها هون معانا تقريبا 300 قنينه مي جديده، يعني مع اللي جبناهم واللي اعطيناهم بحدود 400. يعني ما بعرف نوزع هدول وبعدين يمكن نجيب الكراتين الكبار ونبلش نحطهم في اماكن مختلفه، فخلينا نشوف شو بيصير معنا عشان الشمس كمان بدها تغيب. ثانك يو. دخل تاع الدليفري. ارجع لي خلي له اياه على بالموتوسيك. والله حلو حلو حلو. اترك له اياه. شال الباب شيل. تمام. عشان ما يقولوا ليش شو عندك ضد الطلبات. في متساكل طلبات جنبه. يا رب. يو ويلكم. السلام عليكم. يا رب. براذر. Thank you. I will bring, don't worry. Yeah. Take. يلا اعطيك كمان وحده خلص. يلا خلص. Good boss. Thank you. بس ليك عم تخوطر هلا هيك. حرام الشباب. شو بده يجرب؟ حرام الله يكون. بكفي فكرك؟ في 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 بعض. شو وضع يعني بس؟ راح وصابه. هول من لك ليش؟ من الملونين؟ هول من السانيتايزر وقنينة المي. يا الله. كمان كيس برو. انت روح البان. روح البان. اوه هدول حرام. شكله قد ما نعطيهم حيستفيدوا. رمزي بده ينزل كيس. ها ده ترك الباب مفتوح. كيس كامل اعطاء. والله بالسهر في 3-4 واقفين قاعدين جوا. حرام عن جد عن جد. في ناس بتحتاج. يعني احنا اللي بنعمله شيء بسيط. يلا طبع الازاز. يا رب. يعني مع انها عمله بسيطه بس
شوي انت مزعت الباب مزع راح الباب مبدئيا عم بحكي معهم عم بعطيهم هيك هاي واللي وراي بلمع لي خلص ليش ولا هبل هذا صفون عادي اتس فاين انا مش بالهاند هون 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 شو هالصفي الزباله برو صفي برو تو بي حدا بيصف اندر كفر انطلق توكل توكل انت بس ولا بتعرف اذا فلات بتعرف اذا فلات هاخد تاكسي روح على البيت يلا احسن كيف ضل معنا مش معقول لا عن جد الكاس عم تتزايد بالعدد يعني كل ما نعطي ربنا ببارك بايش بنشوف فيه اثنين كمان قديش ضايل؟ شو كم كيس ضايل؟ محاسب انا كم كيس ضايل؟ اليوم واحد قول لي سبعة طب عد بعدين نقل ثلاثة أربعة خمسة خمسة شو هاد؟ كل ما أعطينا عن جد دونات؟ شوي 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 السيارة راحت كيسين هيك نكون خلصنا 300 قنينة يعني ضايل قدامنا 700 عشان نوصل التارجت الساعة 7 ونص بس يلا يلا هلا في خطة ثانية آخر جولة من المي بصراحة كان الموضوع كثير أصعب مما توقعنا هدول تقريبا 600 قنينة مي يعني حاولنا نشوف علبة فيها كثير هدول أكثر شيء قدرنا نجيب منهم واخر مره حكيت انه ضايلنا 700 قنينه هذول 600 الرقم الصحيح هو 600 فان شاء الله حنوزعهم هيك نكون خلصنا من مهمه اليوم اخيرا خلصنا 1000 قنينه مي هلا للامانه ضايل هذول وقعوا او يعني كانوا متخبيين تحت الكراسي وهيك فنشربهم خلص نعطيهم لحالنا نكافح حالنا فيهم تمت المهمه بنجاح والحمد لله طيب هلا صار وقت نشرح لكم ايش فكره الفيديو كلها يعني اختفيت 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 عن اليوتيوب بعدين لما رجعت صرت اوزع اناني مي يعني وين المنطق في الموضوع هلا الفكره كلها انه انا على السوشيال ميديا بشكل عام عشان اعمل امباكت عشان اعمل فرق عشان اترك تاثير وشو يكون تاثير ايجابي والمحتوى الماضي سواء كان نصائح او فيديوهات ممكن تقول انها مفيده موجوده لاي حدا حاب يشوفها بس هلا في وقتنا الحالي والامور اللي كل عم بمر فيها الناس بطلت بدها نصائح الناس صار بدها نوع من الامل صار بدها نوع من شغله انه تحسسها انه لا انا بدي اكمل فاليوم احنا حبينا نصور موضوع المي لانه المي ابسط شيء الواحد ممكن يجيبه حاولنا هيك نجيب كميه تكون منيحه كمان على اساس انه هاي مبادره بسيطه وان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون اكبر واكبر اللي انا بطلبه منكم بس تحضروا الفيديو للاخر تتفاعلوا من خلال لايكات الكومنتات تبعتوا الفيديو لناس يمكن ما حضرت قناتي من قبل او ما بتعرفني وبس ان شاء الله احنا الهدف من القناه كلها صنع فرق حقيقي ان شاء الله والهدف الثاني كمان انه انتوا كمشاهدين كناس بتتابعني على منصات مختلفه كمان انكم انتوا تقدروا تشاركوني وفي عندنا مخططات كمان مستقبليه ان شاء الله انكم انتوا تقدروا تكونوا موجودين معنا بالحدث ونعمل شغلات كثير ممتعه ومفيده ان شاء الله فهاي الفكره كلها باختصار انا عارف في ناس بتقول لك طب لما تعمل إشي خير ما في داعي انك تصوره ومعكم حق كمان انا لازم اذكر حالي انه النيه في الاول والاخر لرب العالمين عشان ان شاء الله نساعد الناس ونسعدهم ولو بشغله بسيطه في النهايه في ثلاث طرق الواحد ممكن يحصل فيها على مشاهدات اما انك تصور شغله مش مفيده او مضره للعالم او انك تصور شغله ما في منها فايده ابدا او انك تصور شغله يمكن يكون فيها نوع من الفائده نوع من المتعه للناس فانا ان شاء الله بدي احاول انه اصور الفئه الثالثه اللي هي ان شاء الله يكون فيها فائده واهم اهم اهم شيء بس دعمكم من خلال انكم تحضروا الفيديو اول باول دعواتكم ما اكثر من هيك ما بدي الله يجزيكم الخير شكرا كثير سامحوني على الانقطاع بس ان شاء الله بالاتجاه الجديد وطبعا في فرد جديد على الفريق ما عرفتكم عليه اللي هو زين فزين بنعرفكم عليه اكثر واكثر ان شاء الله في الايام القادمه بس هو ان شاء الله كمان وجوده حيصنع فرق كبير ان شاء الله في التصوير والمونتاج وهالحركات وراء الكواليس وان شاء الله انا عندي هدف بدي احكيه بصوت عالي وبدي احكيه قدامكم والله اعلم امتى حنوصل له المليون سبسكرايبر المليون مشترك على اليوتيوب هل بامكاننا نوصله قبل 2022 الله اعلم اللي انا عارفه انه انا وزين ان شاء الله حنشتغل مع بعض بشكل ان شاء الله مرتب واللي انا بعرفه انه بدون دعمكم ما حنوصل لهذا الهدف اللي ما بيعرف هاي صفحتي على الانستغرام وعلى التيك توك وهاي صفحه زين اللي حابب يتابعه وان شاء الله بنشوفكم في الفيديو الجاي يوم السبت القادم ان شاء الله